يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التعامل مع المبتدعة يكون بالرفق أم بالشدة؟ الجهال منهم يكون بالرفق، لأنهم ما يدرون، حسبونه أنه زين وأنه طيب، تعامل معهم بالرفق والتعليم. وأما المعاندون والذين يعرفون أن هذا بدعة، فهؤلاء يعاملون بما يليق بهم من الزجر ومن العقوبة لأهل السلطة وأهل القدرة، حتى يمتنعوا عن بدعهم ونشرها بين الناس.